الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كله، أوله وآخره ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته فلا شبيه له، الفرد في أسمائه فلا مثيل له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إن الله الذي قال لموسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اللهم إننا نشهد بأنك أنت الله، وبأننا نصلي لك ونسعى لرضاك، فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الخالق فلم تخلق، أنت الرازق فلم ترزق، بيدك ملكوت السماوات والأرض، لا إله إلا أنت. يا من يلجأ إليه المضطرون، يا من يدعوه أصحاب الهم والغم، لأنه لا يفرج الهم ولا الغم إلا أنت يا الله. أخا الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير إن الفارج الله. يا من كلما نودي أجاب، ويا من بجلاله ينشي السحاب، ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقابا: أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شراب الأنس ذابا. يا حبيب العاشقين، يا كنز الواردين، يا أنيس الذاكرين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. فأقر وأشهد وأعترف بأن أشرف مخلوق، وبأن ألطف مخلوق، وبأن أجل وأكمل وأعلى وأحلى وأصفى وأوفى وأتقى وأتم نبي ورسول ومحمد رسول الله، به تطيب القلوب، بالصلاة عليه تفرج الكروب، بذكره تمحى الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على إمام العاملين، على سيد العاملين، في ظل مناسبة العمل، في ظل مناسبة الواحد من أيام هذا العيد الذي ابتكره الخلق لاسترجاع كرامة العامل، لتذكير الناس بأن هناك عاملا يعمل يجد.
يتأكد يشقى يعرى من أجل تحصيل لقمة العيش. سيد العاملين كان محمد عليه الصلاة والسلام، حبيبنا، قدوتنا، أسوتنا، كيف لا؟ وهو الذي يقول إن الله يحب العبد المحترف، صاحب الحرفة يعني، لأن الإنسان يليق من غير حرفة يكون كالتائه الضائع لا يشار إليه بالمنام. ويقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، اسمعوا هذا امتداد لما قلته في الدرس الثلاث، إنه الدين بشكل عام والإسلام، هذه الشريعة التي ختم الله بها الدين، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم، هذه الشريعة بها أتم الله نظام الكون. فمن المنطق والبديهي أن تجد فيها كل ما تحتاج إليه إلى قيام الساعة، وإلا تكون ناقصة، والنقص لا يعتريها، لأن الله تعالى شهد لها بالتمام والكمال، فقال اليوم صليت على من نزل عليه هذه الآية، اللهم صل عليه. لو أن الغرب والإنسانية بشكل عام عرفت حقيقة هذه الرسالة الخاتمة ما وسعه إلا أن يتبعوه. الشيء بالشيء يذكر، لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص أخذ صفحة من التوراة فرغاه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها، فقال يا عمر دعا، والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى بن عمران بين أظهرنا عايش معنا ما وسعه إلا أن يتبعه. كان تبعني ليه؟ هذه الرسالة الشاملة الكاملة التامة الأوفى الأكمل الأجمل، بها ختم الله نظام الرسالات والنبوات، لذلك جاءت كاملة متناسقة متناغمة لا تضارب فيها، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، مستحيل، لأن مصدره الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل ابن آدم، اسمع، طعاما أفضل مما عملت يداه. شوف اللطيفة الربانية هذه اللي أجراها عن لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم، يعني أزكى طعام ألذ لقمة تأكلها هي التي من عرق جبينك، هي التي من كدك، مش اختلاسا ولا وشا ولا لبعا ولا بغضا، لا 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 أبدا، ولو كانت بالمليارات لن تستمر، ستكون ثم زعافا إما عاجلا أو آجلا. أطيب لقمة تدخل إلى جوفك ثم يردف النبي عليه الصلاه والسلام مكملا فيقول: ما من نبي الا وكان عنده حرفه، صاحب حرفه منا، حتى نبي الله داود كان محترفا. داود شو كان يشتغل؟ كان حدادا. سيدنا عيسى المسيح كان نجارا. سيدنا موسى كان ايش؟ كان راعيا وراع شعيب 10 سنوات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا وراعيا، تاجر في مال خديجة فكانت سببا في زواجه منها عليه الصلاة والسلام، ورعى الغنم في مكة سنوات طوال. مرة دخل عليه رجل، قلت هذا الحديث كثيرا لكن في الإعادة مثال، صلوا عليه، اللهم صل عليه. دخل رجل متهيبا خايف لإقامة النبي، خير يشوف نبي على عرش مثل الملوك والخدم والحشم قبله، خالد متهيب الرجل، شاف النبي عليه الصلاه والسلام على باب غرفته، قال اقبل اقبل لي علي، اول علي، انا محمد رسول الله، انا امراه كانت تاكل القديد في مكه، قديد الخبز اليابس. قال له انا اني كانت فقير فهدأ من روعي عليه الصلاه والسلام. شوف عظمته في تواضعه،
قمته في تواضعه، مش شايف حاله على الاخرين مهما اوتي من علم او عمل او سلطان او جاه او مال، ابدا. كان الين الناس عليه الصلاه والسلام، كان لما يدخل الرجل لا يميزهم بين اصحابه، يلبس كما يلبسون، ياكل كما ياكلون، لا يميز حتى يشار اليه هذا الرسول. اللهم صل على نسيج متكامل، طبقه واحده، سيمفونيه متناغمه تطال، مش فوقه ابدا. كان اكثر الناس تواضعا عليه الصلاه والسلام، من نظر اليه احبه. اي انسان صاحب نفس سويه طبيعيه، ما في دخل، ما في اطراف، ما في احقاد قوميه او قبليه او عرقيه، لا، ينظر اليه احبه. وقلت انا مره في الاعرابي عمق الصحراء لكن صافي على الفطره، لم يخالط احدا بعد، هذا جديد. سمع النبي عليه الصلاه والسلام فسال، قالوا هاكم، فاقترب منه فقال قاتل الله قريشا، امن مثل هذا الوجه تفر، وعن عنده هذا الوجه فر منه قريش، لكن فرت منه حسنا. وقال منذ متى كنا تبعا لبني هاشم؟ شوف العرق، شوف العرق، اساس قبليه عمتهم عن رؤيه الحقيقه. المهم النبي عليه الصلاه والسلام كان راعيا، كان يرعى الغنم، وكان تاجرا، كان ممتهنا. يقول كنت ارعى الغنم لاهل مكه على قراريط، يعني مال صغير جدا، مال تافه بالكاد ان يسد رمقه عليه الصلاه والسلام. لما راى رجلا قد صافحه فشعر بخشونة يده، قال مما ذاك؟ في ناس يقول العمال تمسك ايده خشنه، قال يا رسول الله من العمل من كد على عيالي. فاجاب قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال تلك يد يحبه الله ورسوله. بلغوا عني من بات كاملا، يعني تعبان من عمل يديه، بات مغفورا له. يا سلام، اللهم صل عليك يا رسول الله. من بات كاملا بيشتغل، وهذه الامه رسمها البياني بدا بالانحطاط لما صارت اتكاليه، تعتمد على الخير، لا تصنع، لا تزرع، بل تاكل ولا تشبع. وقالوها قديما، ويل لامه تلبس مما لا تصنع وتاكل مما لا تزرع. هذه هي الامه. الامه الان من المحيط الى الخليج لا تصنع يعرفون، أما يعرفون كيف يقولون، ويعرفون كيف يقتلون، ويعرفون كيف يمزقون ثوب الأمة ونسيجها، يعرفون كيف يثيرون الفتن طائفية مذهبية ودينية وعرقية وقومية عدد، يعرفون كيف يكونون لقمة سائغة بيد أعدائها، يعرفون كيف يمررون مخططات أعدائنا بسلام، آلة طيعة كالمعجونة بيد الطفل، نطيع أعدائنا ونفرض مؤامرة، افرض مؤامرة، ليش يكون جزء منها؟ مؤامرة يا سيدي، نظرية المؤامرة جننونا فيها، ماشي، لا نشك بأن أعدائنا ينظرون بالليل والنهار، ليش نكون احنا أغبياء؟ نفضل معنا تخرب غلطة كما يقال، والله هي عفى الله صح. بعد ان تفني هذه الامه نفسها بنفس الامه، اليس فيكم رجل رشيد؟ هذه صرخه بدويه للعالم العربي والاسلامي خاصه، اليس فيكم رجل رشيد يطرق يقول للعالم اين تذهبون؟ ينادي بوحده الحال، ينادي بتدويب الفوائد التي صنعها لنا وهما لينحر بعضنا بعضا، ننتظر حتى يظهر ذلك الرجل الرشيد ويسمع له العمل. لما استطاعوا الاعداء ان يمسكوا خيوط اللعبه لاننا نلبس من يديه، ناكل مما يصنعون، نشرب مما يصنع،
لحظة يستطيعون كبتنا، قتلنا، حبس أنفاسنا، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قد كرم هذه الأمة بكنزين لم يكرم بهما أحدا من العالمين. ناهيك عن الإسلام والدين، أعطاهم كنزين، كنز الأول بشرا، نحن أكثر من بشرا وأقدرا، هم كنوز طبيعية في بلادهم. أي نوع تريده موجود عند العرب المسلمين، أي معنى. ناهيك عن النهضة اللي هو عبارة عن محيطات تطيش عليها أرض العرب المسلمين، لكن ماذا ينتفعون؟ لا أحد ينتفع إلا ذل المتكرشون الذين يخزنون المليارات من قوت هذه الأمة، والطبقة العاملة مسحوقة لا أحد يسرع. من يسرع؟ العامل مكرم في الإسلام، أول من كرم العامل هو الدين، الدين من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء محمد عليه السلام، لما نقول الدين بشكل عام، والرسالة الخاتمة الإسلام، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم عظم العمل وعظم العامل، وقال وقول اعملوا، اعملوا في عمله في الإيجاب والإنسان، اعملوا فسيرى الله ورسوله المؤمنون. عمل الخير اترك بصمه في تاريخك حتى بعد ان ينقضي اجلك تذكر بذلك، ولا تخرج الان فعلك من شيء في الامه في نفسك، فلتكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام امتي كالغيب، هذا المفروض الامه الحقيقيه كالغيب اينما وقع نفع، مش بالعكس شر. في بعض المسلمين يقول يا اخوة وقد يكون كسر على فكرة، أينما بقى عمل شر، عمل فتنة، بيخرب، فصرنا نقرا تصادمية كما يعني حتى قالوها في المصري في المثل العام، قال أسمع كلاما أصدقك أشوف عمايلك أسمع، يعني قولنا خير القول بل هو خير الأقوال على الإطلاق، قول الله ورسوله في بعد إيه؟ هذا الميزان، هذا المقياس، هذا البارومتر لكل عمل في الكون، لكن اين نحن من ذلك؟ انصح اين واقعنا؟ ما في، ما لوش علاقه. لذلك مره ينظر الينا الاخرون، لو كانت هذه الامه دينها هو الصحيح، كتابها هو الصحيح، مبداها هو الاصلاح، كيف يعيشون في هذا الواقع؟ يعني انت لو كنت غير مسلم وتنظر من بعيد على واقع المسلمين ستقول نفس الكلام. هذا لخصه الله تعالى في افتتاحية سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، وهذه مقتا إيش؟ تمييز، ما الذي كبرت مقتا؟ الله يسخط ويغضب على شعوب تقول عكس ما تفعل، تصور لو تناغم فعلك مع قولك لو الأمة الآن تقرأ القرآن وسلوكها يتناغم مع روح القرآن ما في مشكلة أبدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأتين عليكم زمان، في آخر الزمان يكون القرآن في وادي والمسلمون في وادي للأسف. فتكريم العامل أيها الإخوة هو أساس كل شيء لهذه الطبقة الكبرى من البشر من عمان، ويقول عليه الصلاة والسلام لعقل الأشرة أشره قبل أن يشف إيش؟ عرقه، بمعنى لا تدخل، لا تقل، لا تختلس، لا تقتنص الفرص، هو عالم بسيط. للحديث بقية أو كما قال ابن الله
صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان قبلكم من بني إسرائيل رجل عنده عمال، عنده مصنع مزرعة وعنده عمال، فكان كلما اقتضوا كل ما بدهم شيء يعطيهم فلا يدقق في الحساب، زائد ناقص على بركة الله. فجاء يوم القيامة كتاب الوفود فلا ينصب له ميزان، فتقول الملائكة: أي ربنا كيف يدخل أي الجنة؟ قال: ما كان يقتضي، ما كانش يدقق، فاليوم لا ندقق له دخوله الجنة بما ينسى. كل الدنيا زائدة لا تدقق، لأنه إذا دققت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دقق له في الحساب فقد هلك. لأنه مين منا مش عامل بلاوي بيني وبينك؟ مين مش مقصر بجنب الله؟ مين لم يرتكب ما لا يعلمه إلا الله؟ كلنا كما قال عيسى عليه السلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجرة. لما جاءت امرأة ثانية كنا قال أشهد عن حجار عن ملحق الأنبياء ارجم ارجم صلى الله عليه وسلم. من كان منكم بلا حجار، من كان منكم بلا خطيئة فليرجم. ليه؟ لأنه ما في إنسان معصوم عن الخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، توفنا وأبق راضٍ عنا، يسر حسابنا، لا تناقشنا في الحساب، لا تدقق في الحساب، ارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين، اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارضى عنا ورض احبابك الصالحين عنا، وخذ بايدي العاملين جمعا في كل اقطار الدنيا يا رب العالمين، وعنهم على ستر حالهم وتسخير المال لقمه العيش في جيوبهم يا ارحم الراحمين. ابعدنا عن الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين، دعوناك كما امرتنا، استجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف.